المسح الرقبة أثناء الوضوء مكروه؟ نعم، مسح الرقبة لا يجوز في الوضوء، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد وأمر الله تعالى به مسح الرأس، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأما العنق فلم يرد مسحه في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعله فإنه يكون مبتدعا، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل، لأنه زيادة غير مشروعة في الوضوء. نعم، جزاكم الله خيرا.